حظيت القصص في كتاب الله عز وجل بالثلث، ليس الثلث الثلث الذي لا يزيد ولا ينقص، وإنما الثلث القريب. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن سورة قل هو الله أحد بأنها تعدل ثلث القرآن. كيف عدل ثلث القرآن؟ لأن القرآن يتحدث عن ثلاث أشياء: أحكام، قصص، توحيد، وهي اختصت بالتوحيد.